السودان الوطن الواحد ما قد كان وما سيكون، الوطن المعطاء الذي قدم لنا الكثير والكثير وتحديدا في مجال الفنون، كذلك قدم لنا الشهداء الذين قدموا التضحيات ويرتابوا دائما هذا النمو مرتبه من المنون. شكرا لكم لمتابعة ظلال الأصيل لهذا اليوم. هذا هو مجهود فريق العمل، ما أنا إلا ناقل له. في أمان الله.